بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى ونبتدي باصحاح 2. المره اللي فاتت عرضنا نسب السيد المسيح او سلسله اجداد ربنا يسوع له المجد بالجسد، وشفنا حكمه الروح القدس في اختيار ذكر بعض الشخصيات اللي بعضها اما بيشاور على الأمم عشان يبان أن ربنا يسوع له المجد مش جاي لليهود بس، وبعضها في إشارة واضحة إلى حياة الناس اللي مليانة خطية عشان يبان رسالة ربنا يسوع في خلاص البشرية ومغفرة الخطايا. بعد كده سمعنا أو شفنا أحداث الميلاد من خلال يوسف النجار والحوار اللي حصل مع الملاك في الحلم: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل بي فيها هو من الروح القدس. وفهمنا أن كلمة امرأتك لا تعني زواج، إنما ده اللقب اللي يطلق على المخطوبة في الزمن ده من الناحية اليهودية. وانتهينا إلى كلمة: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. وبرضه عرفنا ان كلمة حتى لا تعني انه هيعرف امرأته بعد الولادة، وانما تعني انه ما فيش علاقة جسدية بينهم ابدا، وفي اكرام شديد من يوسف النجار الأمنة العذراء بعد اللي سمعوا من الملاك عنها. ودعا اسمه يسوع زي ما الملاك قال. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم. تلاحظوا أن إنجيل لوقا هو اللي ذكر لنا أحداث الميلاد بالتفصيل. يعني الجزء اللي فات كان ما قبل الميلاد، الحبل الإلهي وحلم يوسف، إنما إيه اللي حصل في ميلاد المسيح بالضبط ما سمعناهوش في إنجيل متى، لم يذكر في إنجيل متى. الوحيد اللي ذكره بالتفصيل معلمنا لوقا البشير، هو اللي قال أنه الرعاة في الليلة دي ظهر لهم الملاك وراحوا لقوا المسيح له المجد محطوط في مزود ملفوف أو مقمط، ودي كانت العلامة للرعاة، وسمعوا التسبيح من السماء: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس المسرة. كل ده في إنجيل لوقا، لأن لوقا يخاطب اليونانيين، واليونانيين يحترموا جدا الطفولة ويحبوا قوي يعني يعظموا في الميلاد وفي الزواج وفي المرأة وفي الطفولة. إنما عند اليهود الأحداث دي عد عليها معلمنا متى بسرعة، وقفز بينا إلى لقاء المجوس بربنا يسوع له المجد بعد ميلاده. والمجوس دول ملوك، يعني في الترجمة القبطي ليلة العيد يتقري متى 2 ليلة عيد الميلاد: إذا ملوك من المشرق، يقول كده مش مجوس. والملوك في الوقت ده هم نفسهم بيشتغلوا مجوس، والمجوس معناها ناس مشغولة بالفلك والعلم. وكلمة مجوس جاية كذا مرة في سفر دانيال النبي، لأن أصل المجوس من الكلدانيين أو من بلاد بابل اللي عاش معاهم دانيال كرئيس وزراء فترة طويلة، لدرجة كان يعتبر نفس دانيال واحد من المجوس، على اعتبار أنه راجل دارس وعلامة ومثقف ومجتهد في العلم، فكان يعتبر واحد كبير من وسطهم. فإنجيل معلمنا متى بيركز على زيارة المجوس لأنه كاتب لليهود، وإنجيل معلمنا لوقا بيركز على زيارة الرعاة لأنه كاتب لليونانيين. واحد يقول كان المفروض العكس، الرعاة دول اليهود، يبقى متى يركز على زيارة الرعاة ولوقا بيكلم الأمم كان المفروض هو اللي يركز على المجوس. الحقيقة حكمة الروح القدس في استخدام معلمنا متى أنه عاوز يشاور على قضية مهمة قوي، أن مسيح اليهود بيسجد له ملوك الأرض كلها، عشان يبان من أول القصة أنه ملك وملك الملوك مش ملك اليهود.
لأن احنا اتفقنا أن إنجيل متى بيركز على المسيا الملك وملكوته، فلما يقولوا من أول حياته ملوك من المشرق وهماش يهود يسجدوا ويقولوا فين الملك المولود ملك اليهود، تبان رسالته وتبان حقيقته كملك ويبان مكانته قدام اليهود أن المسيح ده ملك ويعترف بملكه مش اليهود بس، ده ملوك الأرض. بينما في إنجيل لوقا عاوز يوري الجماعة اليونانيين أن المسيح له المجد من البداية، هو مسيح الفقراء والبسطاء والناس الغلابة زي الرعاة، فركز على زيارة الرعاة لأنها تحمل كل المعاني البسيطة، أن العلامة بتاعتهم هي المزود، والمزود دي حاجة خاصة بحياتهم غير خالص علامة المجوس اللي هي النجم، والنجم ده حاجة بتاعت الناس اللي مشغولة بالعلم والثقافة والكلام ده. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، اليهودية هي المنطقة أو المقاطعة الجنوبية في فلسطين، فتلقب المدن أو القرى الصغيرة منسوبة للمقاطعة الكبيرة، زي ما نقول إيه بعد شوية هيقول ناصرة الجليل. الجليل دي المنطقة الكبيرة جواها قانا الجليل، ناصرة الجليل، كفر نحوم، كل دول بلاد صغيرة جوا منطقة كبيرة اسمها الجليل. منطقة دي المنطقة الشمالية الجليل. المنطقة الجنوبية هي اليهودية، دي تلاقي فيها أورشليم، تلاقي فيها بيت لحم اليهودية، تلاقي واخدين بالكم البلاد الصغيرة دي منسوبة إلى المنطقة ككل. فيبقى نفتكر دايما الجليل منطقة شمالية في فلسطين، اليهودية منطقة جنوبية، وربنا يسوع له المجد اتولد في بيت لحم اليهودية حسب النبوات، انما عاش في المنطقة الشمالية اللي هي منطقة الجليل اساسا في الناصرة، ولما ابتدى يخدم بقى يخدم في القرى اللي حواليها زي قانا الجليل وكفر نحوم وهكذا. والجليل افقر جدا من اليهودية، اليهودية دي منطقة الهيكل في اورشليم والقصور بتاعت قيافة وحنانيا وبيلاطس وهيرودس، كل دول لهم قصور، ومنطقة الغنى ومنطقة العلم، إنما الجليل كلها صيادين وفلاحين وناس بسطاء. وعشان كده لما كانوا يقولوا جليلي يعني كانوا عاوزين يقولوا رجل بسيط أو أمي، وحتى كل التلاميذ من الجليل، كل التلاميذ من الجليل. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، بيت لحم قرية كانت صغيرة قوي، تنبأ عنها ميخا النبي وقال له أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. واحد يقول ما يمكن يقصد داود النبي، لا، داود النبي قبل ميخا النبي بفترة، داود النبي تقريبا قبل ربنا يسوع بألف سنة، أما ميخا النبي فقبل المسيح له المجد بحوالي 500-600 سنة أو 700. فميخا جه بعد داود، ومع هذا ظلت قرية بيت لحم قرية بسيطة صغيرة. فهنا العهد القديم تنبأ عن بيت لحم بطريقتين، داود اتولد فيها لأن داود مسيح العهد القديم عشان يشاور أن المسيح الحقيقي هيتولد في بيت لحم، وميخا تنبأ عنها نبوة صريحة في ميخا 5، أنت يا بيت لحم اليهودية لست الصغرى بين ولايات يهوذا، منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. يبقى بيت لحم بالرغم من ولادة داود النبي فيها، وحتى يتسمى يسى البيت لحمي، كان عم يسى اللي هو أبو داود يسموه يسى البيت لحمي، لأنه برضه كعادة البسطاء والفلاحين ممكن يلقب الشخص باسم قريته. لما نقول مثلا المنهري، المنهري نسبة للقرية اللي عاش فيها. بيت لحم معناها ايه؟ بيت لحم ده الاسم العبري، معناها بيت الخبز. فالمكان نفسه، القرية نفسها اسمها يحمل رمز ومعنى عميق، ان ربنا يسوع له المجد يصير خبزا للبشرية. عشان كده في يوحنا 6 يقول ايه؟ انا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى الى الابد، او انا هو خبز الحياة. فهو اتولد في بيت لحم يعني بيت الخبز، عشان يبقى في الاخر في نهاية رحلته
أكل للبشرية. ربنا يسوع اختار من البداية يبقى طعام للبشرية. القديس كيرولوس الكبير له تأمل جميل لما يقول أن ربنا يسوع لما وضع أول مرة مش بس في بيت لحم اللي هي بيت الخبز، وضع في مزود، المزود ده الصندوق الخشب اللي البهايم تأكل منه، عشان يقول الإنسان بالخطية نزل إلى مرتبة الحيوان، ولكنه حين يأكل من خبز الحياة يعود مرة أخرى أعظم من إنسان، لأنه كأن المسيح اتحط في مزود عشان الحيوانات تيجي تأكل تلاقي ربنا يسوع محطوط في المزود. فكل من تدنى إلى مرتبة الحيوان بالخطية يرجع تاني يستعيد مجده كابن لله، كإنسان عهد جديد، لما يأكل من خبز الحياة اللي هو المسيح له المجد. لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس، برضو هنا تلاحظوا ملاحظة مهمة، في الوقت ده التاريخ لا يؤرخ بالأرقام، يعني النهاردة بنقول 2001 بعد الميلاد، وقبلها كنا نقول قبل الميلاد، لكن زمان ما كانش فيه قبل الميلاد وبعد الميلاد، ما هو لسه الميلاد هو بنحكي فيه. إنما كان التاريخ ينسب إلى الملوك والولاة المعاصرين، والمؤرخين يمشوا ملك ورا ملك، وكل ملك معروف عاش كم سنة، فمثلا يتقال في السنة الفلانية من ملك فلان، أو من سلطنة فلان، أو من ولاية فلان، والوالي ورا والي ورا والي تقدر تعرف بالضبط الحدث اللي بيتكلم عنه حصل امتى، لان عندك تسلسل الملوك او الولاة، وعندك بيحكي في انهي سنة. الكلام ده واضح قوي في العهد القديم، واضح حتى في انجيل لوقا 3 وهو بيبتدي خدمة ربنا يسوع، بيحط لها تاريخ واضح منسوب للملوك والولاة. لوقا لانه بيكلم ناس يونانيين ما يعرفوش تفاصيل الحياة اليهودية، فلاحظوا يقولها ازاي في لوقا 3: في السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، يبقى بدأ من عند قيصر، قيصر ده ملك الدنيا، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيتوريا وكورة رخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبيلي. شوفوا بيحدد التاريخ بكم علامة ازاي. الاول قال سنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، وكلهم اسمهم قيصر اللي هم اباطرة روما، بس اني قيصر فيهم، يوليوس قيصر ولا اغسطس قيصر؟ هنا الميلاد كان وقت البداية خدمة ربنا يسوع كان تيباريوس. وبعدين مش بس يقرخ بسلطنة القيصر، يدخل على البلد اللي هيكلم عنها، فيقول لما كان هيرودس رئيس ربع على الجليل، يبقى هيرودس ده مسؤول عن الجليل، فيلبس أخوه مسؤول ربع تاني في حتة اسمها إيتورية وكورة تراخونيتوس، التالت اسمه ليسانيوس رئيس ربع على الأبيلية. يبقى كل ده تحديد للتاريخ والمكان قبل ما يحكي. دي عادة معلمنا لوقا أكثرهم يمكن دقة في الزمن والمكان، لأنه بيكلم ناس يونانيين ما عاشوش في البلاد. إنما معلمنا متى لما يقول هيرودس كل اليهود عارفينه، ما هم اليهود كلهم إن كانوا في أورشليم ولا في الجليل عارفين هيرودس ومعاصرينه، فبيكلمش عن حاجة غريبة. إنما يجوز لما يكلم جماعة في أتينا ويقول لهم هيرودس، ما يعرفوش هيرودس، هيرودس ده مجرد والي أو ملك على منطقة في البلاد اليهود، قد لا يعنيهم الاسم. فهنا عشان تلاحظوا انه في متى 2 قال ايام هيرودس، بينما في لوقا 3 دخل بتفصيل اكتر، وان كان لوقا 3 هنا بيركز لسه على بداية خدمة ربنا يسوع مش ميلاده. ده معلمنا لوقا مش بس ركز على ذكر تيباريوس قيصر والجماعة الولاء والملوك المحليين، انما اضاف كمان في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة، وبعدين بدأ يتكلم عن خدمة ربنا. كانت كلمة الرب على يوحنا بن زكريا في البرية. يبقى في ملاحظة في التأريخ في العهد الجديد. تأريخ العهد القديم تلاقي يقول لك مثلا في السنة الفلانية لكورش الملك، ملك فارس، يبقى ساعتها
مملكة فارسية، ومعروف المملكة الفارسية من كذا لكذا قبل الميلاد، معروف تسلسل القياصرة أو الملوك جماعة الفارسيين، فمعروف كورة لنمرة كام، وبعدين بيحدد السنة من ملكه كده اتظبط التاريخ. في العهد الجديد فأوله كان ماشي على نفس منهج التأريخ، إنه مرتبط بالملك أو الوالي والسنة من عصره. في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق، يبقى تلاحظوا برضو حاجة تانية، معلش احتملوا الحتة الدراسية دي لأنها مفيدة في استيعاب جو الإنجيل من أوله. بعد ما حطلنا زي شهادة ميلاد ربنا يسوع له المجد في أول إصحاح، ابن فلان، فلان ولد فلان، فلان ولد فلان، حدد لنا الزمان والمكان بالظبط كأنه بيطلع شهادة ميلاد. شهادة ميلاد مين الأب، مين الجد، مين الأم، وبعدين اتولد إمتى، وبعدين اتولد فين. شوفوا إنجيل متى ماشي إزاي، مين هو، اسمه إيه، أبوه مين، جده مين، والدته مين، وبعدين زمن الولادة إيه، بعدين تاريخ مكان الولادة فين. يبقى كل ده واضح في متى 1 و2. إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم. كلمة المشرق تعني في الوقت ده بلاد بابل وفارس، أو مادي وفارس كمان، اللي هو بالنسبة لهم كان آخر الدنيا. بلاد إيران دلوقتي والعراق كانت تعتبر آخر الدنيا من ناحية الشرق. ودي تفكرنا أن وقت ما حصل سبي، حصل سبي بابل، ورا منه حصل سبي فارس، وده يفصل لنا المجوس دول طلعوا منين. احد اجتهادات الاباء ان المجوس دول عرفوا حكايه النجم من ايام دانيال النبي، ودانيال قبل المسيح له المجد برضه بحوالي 500 سنه، ودانيال كان يعتبر رئيس المجوس وعاش في البلاد دي سنوات طويله جدا تقارب 70 سنه ومات فيها غالبا. فدانيال النبي لانه تنبأ عن مجيء المسيح، البعض بيعتقد أنه هو صاحب النبوة للأمم وقال لهم هيجي ملك يتولد ملك اليهود، لازم تروحوا تسجدوا له لأنه ده ملك الدنيا كلها، ده ملك اليهود لكن هو ملك كل الملوك. القديس جيروم بيعتقد أن النبوة تعود إلى أقدم من دانيال، تعود إلى بلعام. بلعام ده قديم قوي، في نهاية عمر موسى النبي كان في شخص ما بين مجوسي وما بين نبي، لكن هو ما كانش نبي مستقيم. وده تقال يأتي يبرز كوكب من يعقوب. وبلعام لأنه كان على اتصال بالأمم والوثنيين انتقلت نبوته دي إلى جماعة الوثنيين، وتعرف أنه هيجي كوكب أو نجم في يعقوب هيبقى هو ده الملك الحقيقي على الدنيا كلها، هو ده اللي خلق الدنيا. فالبعض بيقول إما دانيال له علاقة بحكاية النجم دي أو أقدم من كده بالعام. والبعض بيقول يجوز أن جماعة المجوس دول ليهم أنبياءهم الخاصين بتوعهم، يعني البعض بيقول احتمال يكون كونفوشيوس ولا حد من الجماعة المشهورين في بلاد الشرق قال حاجة مشوا عليها، ويجوز ربنا استخدمها عشان يعلن ملكه ولاهوته حتى للجماعة الأمم أو الوثنيين من البداية. إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم، تصوروا معايا ملوك داخلين أورشليم، البلد تتقلب، يعني حكاية الرعاة ما تحسيتش. حكاية الرعاة دي كانت ليلة ميلاد المسيح، يوم ميلاده بالظبط، وكانت على قد العذراء ويوسف النجار، وعلى السريع كده وإيه، ودخلوا فرحوا بيه وحكوا حكاية الملائكة اللي شافوهم وخلاص وعدى اليوم. فالرعاة ما تحسدش الحكاية، الرعاة دول من البلد وناس غلابة. إنما زيارة المجوس قلبت أورشليم، لأن دول ملوك، فموكب ملوك داخلين هيطلع على طول على قصر الملك باستقبال رسمي غالبا. وده اللي خلى هيرودس يعرف خبر ميلاد المسيح. إذا الرعاة ساعتها محدش دري بميلاد ربنا يسوع، يمكن فضل شهور بعدها ربنا يسوع لسه في بيت لحم اليهودية بعد ميلاده بفترة، ومحدش دريان بعظمته أن المسيح بقى على الأرض بقى وسطينا، إلى أن جاء المجوس وكشفوا الحقيقة دي. فزيارة المجوس كان لها أهمية خاصة، أنها تعلن أن الملك اتولد، لأن الرعاة حتى لو كانوا قالوا في حدود
الناس البسطة اللي حواليهم، وحصل حكاية سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل والقصص بتاعت إنجيل لوقا كلها برضو على مستوى هادي. ما كانش إعلان إن يسوع له المجد اتولد، كان شديد كده زي ما هيحصل دلوقتي. قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ يبقى هنا بيتكلموا بلغة، لاحظوا إنها مش لغة يهودية. ليه؟ مش بيقولوا فين المسيا الآتي، فين المخلص، ما يعرفوش اللغة دي. إنما في الرعاة يقول لهم الملاك ولد لكم اليوم في مدينة داود، حتى ما قالش بيت لحم، كل الناس بيسموها بيت مدينة داود، إنما بالنسبة للأمم اسمها بيت لحم. مخلص هو المسيح، هنا ما بيقولوش المسيح ولا مخلص، دول جماعة أمم، كل اللي يعرفوه إن ده ملك، وده مش ملك عادي، ده ملك كل الدنيا. عشان كده احنا كملوك جايين نقدم واجب الطاعة والخضوع من البداية. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. المسافة من المشرق لأورشليم تاخد شهور سفر، لأن السفر جمال، ودي يعني بلاد بعيدة. برضو بعض الآباء فسروا أن النجم ظهر في السماء أول ما تولد ربنا يسوع، وهم عقبال ما سافروا خدوا كم شهر، يجوز وصلوا لرؤية المسيح بعد كذا شهر من ميلاده. وعشان كده مش بالضرورة أبدا يكونوا المجوس دخلوا في اليوم اللي تولد فيه ربنا يسوع، مش بالضرورة. في بعض الآباء التانيين يقولوا لا، يجوز النجم ظهر قبل ميلاد المسيح عشان ينبههم لميلاده، وابتدوا هم السفر والعذراء لسه حامل، ووصلوا في معاد قريب أول ما كانت ولد بأيام، بعد ما تولد بأيام. كلا الاجتهادين مقبول، لكن هتعرفوا بعد شوية أنه غالبا ربنا يسوع له المجد بقاله مدة مولود، لأن هيرودس لما هيؤمر بقتل الأطفال مش هيقول أطفال شهرين، هيقول ما دون السنتين احتياطي، عشان يغطي يعني بكل الاحتياطات أنه يخلص من ربنا يسوع. فكونوا حسابها كده يبقى عارف أن المسيح مش مولود من أسبوع ولا اتنين، أكتر من كده. فالحكاية تمشي أكتر مع فكرة أنه بقاله فترة. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. يبقى واضح أن الملوك دول جايين عشان كلمة محددة، أتينا لنسجد له. وهنا برضو تلاحظوا عظمة الوحي المقدس، أنه في إنجيل متى من البداية بيعلن أن المسيح ملك يسجد له. إذن يسجد له كإله، إذن إعلان لاهوت المسيح له المجد واضح، مش بس على فم الملاك اللي جاي يقول سمع يوسف النجار الذي حبل بها من الروح القدس، إنما ده المجوس آخر ناس في الحزبان جايين بيقولوا احنا جايين نسجد، وهم يعترفوا بيه كإله. واحنا عندنا لحن جميل في عيد الميلاد نقول أتينا لنسجد له مع البقية، يعني احنا كمان هنسجد قدام الطفل يسوع له المجد المولود، لأنه مولود إله القدوس المولود منك يدعى ابن الله. تعرفين انه نسطور زمان واحد من الهراطقة في وعظة عيد ميلاد بمنتهى الجسارة والجرأة الوحشة قال أنا أتعجب من المجوس كيف يسجدون للطفل يسوع. فعلى طول كيرولوس الكبير بتاعنا بطرق اسكندرية 24 ساعتها بعت له قال له زي بتقول كده، احنا نسجد للمسيح في كل لحظة حتى من لحظة ميلاده لأنه قدوس مولود من العذراء. احنا نؤمن بلاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. وابتدى بقى الجدل بينهم واتعمل مجمع أفسس وحرم النسطور بسبب بدعته، لأنه لم يستطع أن ينظر للمسيح الطفل يسوع كإله، استكتر، قال لا مش معقول يبقى طفل صغير وهو نفسه إله ربنا، يعني إله حق من إله حق. فقال له ازاي ما المجوس راح يسجدوا لمين وهما بيسجدوا لربنا. فبينما معلمنا لو أركز على ناسوت المسيح في زيارة الرعاة، معلمنا ما تركز على الألوهية المسيح في زيارة المجوس. يبقى هنا في تكامل، زيارة المجوس بتركز أن المسيح له المجد
هو النور الحقيقي الآتي للعالم، نور من نور إلى حق من إلى حق. وزيارة الرعاة بتركز على ربنا يسوع كابن الإنسان اللي جاي يتولد في مزود وسط الرعاة بسطة. أتينا لنسجد له. برضو نقول حاجة تانية، تلاحظوا أن ربنا يسوع استخدم القصتين دول عشان يعلن كذا فكرة من البداية، أن المسيح مسيح الكل. الفرق بين المجوس والرعاة فرق ضخم جدا. الرعاة قد يكونوا أفقر ناس على الأرض، والمجوس ساعتها قد يكونوا أغنى ناس في الدنيا. فربنا يسوع جاي للفقراء والأغنياء. الرعاة ممكن يكونوا أجهل ناس في معلوماتهم، بينما المجوس هم أحكم ناس في زمانهم، وربنا جاي للكل، للحكماء والجهلاء. الرعاة دول يهود، إنما المجوس دول أمم، ربنا جاي لليهود وللأمم. الرعاة دول من البلد، المجوس جايين من آخر الدنيا، وربنا جاي لكل الدنيا. الرعاة اختار لهم المزود علامة، الملاك قال لهم هذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. ليه؟ هو الراعي دنيته محدودة، يعرف البهايم والاسطبل والحشيش والأكل هذا اللي يعرف، تبقى العلامة بتاعته ايه؟ يلاقي على غير المعتاد الطفل المولود محطوط مطرح أكل البهايم في المزود، تبقى علامة، علامة مميزة. ليه؟ لأنه محدش منهم كرعاة حط طفل يوم ما اتولد في شوية حشيش ووصل البهايم كده، حاجة يعني صعبة. إنما بالنسبة لهم كرعاة يقول لهم مزود، يجروا على المزود، عارفين يعني إيه مزود. لو قال مزود للمجوس ما يفهموش. والعلامة بالنسبة للمجوس كانت نجم في السماء، لأن دول عاملين عينيهم كده طول الوقت، ناس بتوع فلك وبيرصدوا الأفلاك. فيبقى الرعاة اللي عينيهم في الدنيا جالهم المسيح وبقى لهم العلامة المزود، والمجوس اللي عينيهم في السماء جالهم المسيح وجاب لهم علامة النجم في السماء. فربنا يسوع في القصتين دول بتاعت لوقا ومتى كمل الصورة، أن ربنا يسوع بتاع الكل، هو الإله الحقيقي كما ظهر للمجوز وسجدوا له، وهو ابن الإنسان كما جاء في لقاء الرعاة، هو ملك اليهود والأمم، هو ملك الفقراء والأغنياء، هو إله الحكماء والجهلاء، هو الكل في الكل. فيها كمان أن ربنا يسوع بيكلم كل واحد بلغته، بلغته. يجوز المجوز دول ما يعرفوش عبري، طب هيجي لهم نبي منين؟ دول ما عندهمش عهد قديم، هي لغتهم كمجوس السماء والنجوم، هيكلمهم ربنا باللغة دي وهيجيبهم من آخر الدنيا عشان يسجدوا ربنا. الرعاة برضه يمكن ما يعرفوش نبوات ومش حافظين، هيجي لهم الملائكة يقول لهم. فربنا بيتكلم مع كل واحد ويدعوه بطريقته. لما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. هيرودس شخصية مزعجة، ده بيسموه هيرودس الكبير، لأن في هيرودس الصغير أو هيرودس اللي بعده، ده ابنه، ده اللي شارك في صلب المسيح، يعني في أحداث أسبوع الألام. نلاقي إن المحاكمة بيلاطس حاكم المسيح، ولما سمع إن هيرودس موجود في أورشليم وقالوا له ده جليلي، قال ابعته لهيرودس هو اللي ياخد القرار. هيرودس في الميلاد غير هيرودس بتاع الصليب، لأن هيرودس الميلاد مات بعدها بحاجة بسيطة، هنسمع دلوقتي في إنجيل متى. فده هيرودس الكبير. هيرودس الكبير ده كان زي المجنون، كان شخص صعب جدا ومفتري، وقتل أكتر من واحد من ولاده، ويعتقد أنه قتل مراته كمان، وكان شخص متوحش، كل اللي يهمه سلطته ومركزه ومتعب. فربنا يسوع من البداية كده داخل في عالم كله شر، وهيرودس ابنه طلع مش أحسن منه. يعني هيرودس ابنه هو اللي قتل يوحنا المعمدان على كبر، بقى هيرودس برضه هو اللي أعدم يوحنا لما كان بيقول له لا يحل لك، في الآخر قطع راسه. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتب الشعب وسألهم أين يولد المسيح. الحتة دي مهمة. ليه؟ هيرودس كان له ناحية دينية، بس هو مش متدين. هو عارف ان هيجي ملك اليهود واسمه عند اليهود المسيح،
لقوا المسيح. فلما سمع انه اتولد راح جمع الناس بتوع الفتاوى الدينيه وقال لهم انتوا عارفين هيتولد فين؟ بيقولوا اتولد وانتوا ساكتين؟ قولوا لي حسب كتبكم والنبوات اللي عندكم اين يولد المسيح؟ وهنا نفاجأ بحقيقه مهمه جدا، ان الجماعه دول رؤساء الكهنه وكتبت الشعب قالوا له في بيت لحم اليهودين. يبقى الناس دول عارفين، اليهود فاهمين ان المسيح لازم يتولد في بيت لحم. يعني ما هوش اجتهاد مننا بنفسر عشان احنا مسيحيين وبنركب، لا، ده اليهود من قبل ما يتولد المسيح عارفين المسيح لازم يتولد في بيت لحم، لان داود المسيح العهد القديم ولد في بيت لحم، وميخا قال زي ما هيقول دلوقتي هكذا مكتوب بالنبي لازم يتولد في بيت لحم. فالإجابة صريحة. يبقى هيرودس كان عنده إجابة صريحة إنه في قرية بيت لحم يولد المسيح، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. احنا برضو قلنا المرة اللي فاتت إنه كل ما هنمشي مع إنجيل متى كل حدث هيستدل بالنبوات عن تحقق الحدث. يعني في صحاح واحد قال لنا المرة اللي فاتت كما لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء. هنا كان العذراء تحبل وتلد، ده كان أشعياء. هنا هيستدل من ميخا النبي، بس هم عندهم ممكن يقولوا النبي بس ما يقولوش اسم النبي. مكتوب بالنبي، برضو شوفوا التعبير، مكتوب بالنبي. فكركم بفكرة الوحي، الروح القدس بيسوق النبي عشان يقول الحقيقة أو الإعلان اللي جاي له من السماء. النبي بيصيغ الصياغة بتاعته، لكن اللي سايق في الموضوع روح الله. فمكتوب بالنبي. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا. اليهودية تلقب بأرض يهوذا ليه؟ بعد سليمان الملك انقسمت المملكة منطقتين، مملكة شمالية خدت 10 أصباط ومملكة جنوبية خدت 2 سبطين، يهوذا وجزء من بنيامين أو البقايا من بنيامين. فلقبت بلاد اليهودية اللي هي الجنوب بأرض يهوذا أو اليهودية. يبقى أرض يهوذا هي اليهودية، هي اللي جواها بيت لحم عشان ما نتلخبطش. بينما الشمال دي كان يسموها مملكة إسرائيل أو دلوقتي مقاطعة الجليل وفيها البلاد الصغيرة التانية. أنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. يهوذا هنا لا يقصد به الشخص، يقصد به السبط. سبط يهوذا اللي منه ربنا يسوع، ما هو منه عشان كده اتولد في بيت لحم، لأنه كان لازم يتولد في المكان بتاع السبط. ومن هنا حصلت حكاية الاكتتاب عشان كل واحد يرجع للقرية الأصلية بتاعته. زي واحد مثلا عاوز يطلع بطاقته وهو أساسا مولود في أسيوط لازم يروح أسيوط، نتصورها كده. فلما حصل الاكتتاب يوسف من يهوذا ومريم العذراء من سبط يهوذا سافروا بلاد يهوذا أرض يهوذا، مع أنهم عايشين في الجليل فوق، عشان ربنا يعني يحط كل حاجة في مطرحها، فيقوم يتولد المسيح في بيت لحم يهوذا، بيت لحم أرض يهوذا. بيت لحم كانت قرية صغيرة، كان في قرى كتير قوي، مئات يمكن من القرى. كل ده توزيع الأصباط، يعني السبط بيبقى متوزع متخططة الأرض، ده لعيلة كذا وعيلة كذا. فهنا كانت بيت لحم تعتبر ولاية صغيرة من ولايات يهوذا، كل سبط له 10 من الولايات. فبيت لحم ملهاش يعني اسم، قرية نكرة، قرية صغيرة بالرغم من ميلاد داود النبي فيها، لكن لما ولد المسيح بقت بقى هي اتعرف. لست الصغرى بين ولايات أو رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. هنا تلاحظوا إنجيل متى عمال يدي ألقاب للمسيح. تاخدوا بالكم في متى 1 قال لنا إنه مخلص، وقال لنا إنه مسيح، وقال لنا إنه رب. مخلص هو المسيح الرب، كل دي ألقاب يدعى اسم يسوع لأنه يخلص شعبه. في متى 2 قال لنا أين هو المولود؟ ملك. طلع أنه ملك كمان، يبقى مخلص ومسيح ورب وملك. هنا نضاف لفظين، لقبين تاني لربنا يسوع، مدبر وإيه كمان؟ وراعي، يرعى شعب إسرائيل. يبقى بداية كده الإنجيل عمال يعلن
عن شخصية المسيح له المجد من كل الجوانب، هو الملك، هو المسيح، هو الرب، هو المخلص، هو الراعي، هو المدبر. شوفوا بساطة العرض، الوحي المقدس من أول الإنجيل، لسه المسيح ما عملش معجزات ولسه ما علمش ولسه ما تمامش من الموت، إنما من أول صفحة بقت الصورة بتتضح قصاد عينينا إن المسيح هو مسيح النبوات، مسيح العهد القديم تتحقق فيه النبوات، هو الراعي الصالح اللي جاء يرعى قطيعه، هو المدبر للشعب، هو المخلص، هو المسيح الممسوح لخلاص شعبه، هو الملك الآتي. كل دي ألقاب جت في متى 1:2، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. يبقى ربنا اللي بيتكلم بيقول شعبي إسرائيل، لكن بعد شوية هتلاقوا في نفس الإصحاح بيقول مبارك إيه شعبي مصر، لأنه كان في الأول شعب إسرائيل وبعدين دلوقتي بقى شعب مصر، وإحنا دخلنا بديل لإسرائيل دلوقتي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، هو عارف المنطقة اللي تولد فيها المسيح له المجد، بس عنده مشكلة، بيت لحم دي قرية فيها مئات وألاف يمكن من البيوت مهما كان. طب هو عاوز بالظبط يعرف تفاصيل عشان يخلص من المولود ملك اليهود، فراح دعا المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر. منها بيعرف عمر المسيح المولود، فقال لهم ان شفتوا النجم من امتى، عشان يتصور انه مثلا نجم ظهر من 6 شهور يبقى الطفل دلوقتي عمره 6 شهور، من 3 شهور قال لهم النجم ظهر امتى، وردوا عليه. ثم ارسلهم الى بيت لحم، قال لهم انا اللي عرفته انه في قريه بيت لحم، روحوا دوروا في بيت لحم. وهو طبعا هيبعت المراسيل وراهم، او يعني هيستنى الاخبار منهم هو عشان يتصرف. وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، يعني ما تغلطوش فيه، لازم تتاكدوا قبل ما تبلغوني. طبعا هو له غرض وحش. ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. ما هو بالأولى إذا كان ملك اليهود يبقى هيرودس وشعبه يسجدوا الأول، جايين الملوك الغرب يسجدوا، فقال لهم طبعا أنا عاوز أسجد معاكم. هنا يبان من أول رحلة ربنا يسوع على الأرض إن في نوعين من البشر بيستقبلوا المسيح، في نوع مستنيه زي الرعاة مشتاق له، في نوع بيسافر له زي المجوس، في نوع صادق في مشاعره عاوز ربنا عاوز الخلاص، وفي نوع شرير متآمر بيرفض بيعمل كل حاجة وحشة بس عشان يخلص من ربنا يسوع. وهتستمر القاعدة دي إلى نهاية حياة البشر إلى يوم القيامة، إنه ربنا يسوع له المجد لما دخل عالمنا حصل اختلاف ما بين الناس اللي عاوزة المسيح بصدق وما بين الناس اللي بتمثل التقوى وناس مش عاوزة ربنا يسوع وناس مستعدة تعمل أي حاجة عشان تخلص من المسيح. اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم. يبدو أن النجم ده لما وصلوا أورشليم، ما هي بيت لحم جنب أورشليم، كل ده تحت في اليهودية، لما دخلوا أورشليم يسألوا النجم سابه، وهم أصلا تصوروا بتصورهم العقلاني أن ملك لازم يتولد في أكبر بلد، فهيتولد في أورشليم مدينة الملوك، فدخلوا أورشليم النجم زعل الظاهر أو يعني اختفى، ليه مش ده المكان؟ فراحوا على بيت على هيرودس، أو هيرودس سألهم وابتدى يتقصى. وبعدين فين لما عرفوا بيت لحم؟ بيت لحم هنا النبوات اللي قالت، مش النجم اللي قال حكاية بيت لحم. فخرجوا من أورشليم مسافرين على قرية بيت لحم، وهم مش عارفين هنروح بيت لحم ندور في بيت بيت. فلما خرجوا من أورشليم وعدلوا مسارهم تاني على بيت لحم النجم رجع. يبقى النجم فارقهم لما راحوا أورشليم وابتدوا يسألوا الناس، كان النجم عاوز يقول لهم أنا مبعوت عشان أدلكم، حدش قال لكم تدخلوا وتدوروا وتسألوا، بس طبعا ربنا بترتيبه سابهم يدخلوا ويسألوا عشان الدنيا كلها تعرف. وبعد كده بقى هتيجي بقى الهروب لمصر. وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم، يبقى ظهر تاني النجم امتى؟ بعد مدوا ظهرهم لقصر هيرودس
وخرجوا من عنده واتجههم على بيت لحم، فالنجم ظهر تاني حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. طبعا ده برضو آية من الآيات اللي فيها معجزة عجيبة. يعني ايه النجم وقف؟ ده النجم ده بعيد قوي وعالي جدا، منين بيشاور على مكان محدد؟ عشان كده بعض القديسين الاباء اعتبروه ملاك نور بيشاور بشكل واضح وصريح على مكان محدد. ما هو اصل لو نجم في السماء هيشاور على ايه؟ ده لو شاور على بلد نقول يمكن بلد تانية كمان، النجوم بعيد. انما ده يبدو انه نجم ماشي بيتحرك بشكل غير خالص حركة الكواكب، وقريب جدا ونوره بيشع اشعاع صريح كده كأنه بيشاور على مكان. ووقف فوق حيث كان الصبي، يعني في المكان اللي كان فيه الصبي ربنا يسوع له المجد، النجم كان قريب جدا وبيشاور بحيث ما يتغلطش خالص في المكان. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. يبقى غالبا هم زعلوا لما النجم مشي، لأنه ثم النجم ماشي معاهم من بدري. أو يمكن هم البعض بيقول يجوز شافوه في بلادهم وعلى أساس النبوة اللي عندهم سافروا من فارس لغاية أورشليم على اعتبار الناس كلها دريانة بملك اليهود. لقوا الناس مش دريانة فتاهوا، طب هنعمل ايه؟ قالوا لهم اخيرا بيت لحم. طب مين يدلهم فين في بيت لحم؟ رجع النجم اللي جالهم في فارس ظهر قصادهم تاني عشان يقول لهم انا معاكم. برضو دي تورينا ايه اللي عاوز ربنا. لو الناس كلها عجزت تقول له فين ربنا، ربنا هيقول له. اللي عاوز ربنا بصدق يجوز البشر يتوهوه يتعبوه، انما ربنا مش ممكن يبقى واحد عاوزه بصدق ويؤثر معاه. فهيكلمه بالنجوم، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يدين. فربنا هيكلم كل شخص بطريقته عشان يوصله طالما هو صادق في معرفته وفي طلبه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. جماعة دول مجوس، ملوك، علماء، أغنياء، حكماء، بيفرحوا بإيه؟ بنجم طلع في السماء، مش في ذاته، لأنه دليل من دلائل الطريق إلى المسيح. هنا تدل على صدق مشاعره، يدل على نقاوة قلب الناس دول. الناس دول جايين كل هدفهم يشوفوا المسيح بعينيهم ويسجدوا له، متكلفين ومضيعين وقت طويل ومتبهدلين وتايهين، انما اول ما بيلاقوا دليل او علامه بيفرحوا قوي. تفكرنا بايه؟ بكل واحد جاي كنيسه عاوز دليل يدخل بيه السماء، عاوز نجم يشاور له على المسيح، عاوز حاجه توجهه. اول ما بيلاقي رساله واضحه، اول ما بيلاقي كلمه مناسبه ليه، اول ما بيحس ان ربنا بيزقه على اتجاه، يبقى فرحان جدا، فرحان يقول الكلمة دي بتاعتي، النجم ده بتاعي، الشخص ده ربنا حطه في سكتي. لأنه إحساسه أنه ربنا بيكلمه، فهم حسوا بكده بقى. أن هيرودس طلع مش نافع، رؤساء الكهنة والكتبة طلعوا مش نافعين، طب إحنا مين هيقول لنا؟ السماء هتقول لنا، النجم هيقول لنا. فبقى الواحد فرحان بالسماء مش بالأرض، ودي فرحة كل إنسان تقي، تعزياته بالسماويات مش بالأرضيات. الناس ممكن يلخبطونا، السماء مش هتلخبطنا. لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت. برضو كلمة البيت البعض ممكن يفهمها أن ربنا يسوع ممكن يكون خلاص خرج من المزود في الوقت ده، مفيش حاجة لأنه فات عليه كذا شهر، مش لازم يقعد في المزود الفترة دي، لكن هو بيت ما زال في بيت لحم، لأن هم ما سافروش بالطفل يسوع ورجعوا بسرعة، لا هم فضلوا في بيت لحم شوية. ورأوا الصبي مع مريم أمه. هتلاحظوا بقى في الأول كانت بتيجي العذراء أم النور ذكرها، دلوقتي طالما المسيح مع العذراء لازم يجي ذكر ربنا يسوع الأول. ما يقولش رأوا مريم، هو طبيعي الكبير مريم يعني في الصورة، إنما يعني أخطيت في التعبير. المهم ربنا يسوع له المجد، تيجي العذراء بعد كده مريم أمه، فهتلاقي دايما الكلام الصبي وأمه، لأنه الصبي ده هو ده مشتهى الأجيال، مشتهى الأمم كلها. رأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. خروا دي تحسسني كأنهم
أخيرا، يعني بقالنا شهور مستنين اللحظة دي. ثم كان ممكن يقول سجدوا بس، إنما خروا يعني وطوا بمنتهى السعادة ومنتهى الفرح، لأن هما كل المشوار ده عشان اللحظة دي. ودول ملوك، ودي سعادة السجود. السجود مفرح، السجود لله مفرح، السجود للمسيح مبهج، لأنك أنت كأنك مسكت المسيح بإيديك وصلت له. وعشان كده ربنا يسوع في كلامه مع السامرية يقول لها السجود لله بالروح والحق، والآب طالب هؤلاء الساجدون له. بيبقى فرحان بيهم، هم فرحانين بيه وهو فرحان بيهم. الشخص اللي بيسجد لربنا كأنه شايف ربنا بعينيه ففرحان بيه. خر وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم. هم سجدوا الأول، لأن هنا السجود معناه بيقدموا عمرهم وقلبهم وعقلهم ليه. وبعد كده قالوا له جبنا حاجة صغيرة كده بس هدية يعني، لكن هو قبل ما تقدم أي حاجة اسجد الأول. يعني إيه؟ حياتك قبل عطاياك. في واحد يجيب كنوز وخلاص؟ لا، أنت ممكن تسجد وما تقدمش كنوز. الرعاة ما كانش عندهم كنوز يقدموها، إنهم فرحانين بربنا يسوع. المجوس فرحانين بيه ومعاهم كنوز. الأهم هو السجود، هو القلب قبل العطاء. ثم فتحوا كنوزهم. فتحوا كنوزهم يعني إيه؟ الناس دول أغنياء جدا، قافلين على الكنوز من بدري، ولا شافها هيرودس ولا عرف بيها. لأن هما لما دخلوا لقوا هيرودس، طب ده الملك. لا، مش هو، مش هنفتح كنوزنا لأي حد، مش هنفتح أسرارنا لأي حد، مش هندي عمرنا وحياتنا لأي حد. أخيرا حين نسجد لله نفتح الكنوز. يعني لما نلاقي ربنا له المجد نقدم له كل ما نملكه بمنتهى السعادة. ففتحوا الكنوز، واضح انها علب، وعلب يعني غالية جدا ومقفولة جدا ومتخزنة كويس قوي ومحدش دريان بيها ومشحونة في الجمال. لكن جت اللحظة المناسبة اللي جايين يقدموا السجود والهدايا. وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. طبعا انتوا عارفين جمال الحتة دي وتأثيرها علينا كل عيد، ان احنا بنفتكر الذهب اشارة للمسيح الملك، واللبان اشارة للمسيح الاله الذي يقدم له البخور، واللبان ده بتاع البخور، والمر اشارة الى المسيح المصلوب المرار. انما هي من ناحيتنا احنا كمان بتقدم ايه للمسيح لما بتشوفه؟ بتقدم ذهب، يعني كل ما تملك، تقول له فلوسي تحت رجليك يا رب، كلها من ايدك، ولادي كلهم تحت رجليك، كلها عطاياك. اللبان يعني الصلاة، بتفرح ربنا. كنز من كنوز الانسان اللبان، يعني ايه؟ صلاته. وانت فاكر لما تطلع عشور ولا تدفع اكتر من العشور يغني عن الصلاة؟ لا، تبقى مقصر في فتح الكنوز. والمر يعني كل تعب تقدمه في حياتك لله. المر ده هدية قدام ربنا، المرار اللي بتشيله من أجل المسيح، إن كان صليب، إن كان تجارب، إن كان وصية ربنا، إن كان اضطهاد من أجل اسمه، بتقدمه له كأنه كنز. لأن واحد يقول طب الذهب معروف قيمته ككنز، إنما يعني اللبان كان غالي الوقت ده، ولبان فارسي حاجة نادرة يعني. والمر كذلك كان غالي جدا، لأن ده نوع من اللي بيعملوا منه العطور والأطياب. والبعض بيقول يا جوز ده تحط جزء منه في أطياب المسيح في الآخر. فالذهب واللبان والمر أشكال من الغنى الروحي، كنوز روحية. الذهب يعني واحد بيدي عمره كله وكل ما يملك، عقله ممتلكاته وأولاده، يديها لربنا. واللبان معناه واحد بيدي كل قلبه في الصلاة وعقله. والمر واحد بيحتمل طول حياته آلام كتير قوي، هدية ربنا يسوع له المجد. وكل ده من وضع السجود، يعني مش بيدوا للمسيح من فوق لتحت، حاشا، ده ملك الملوك. لو هم راكعين تحت رجليه بيقدموا الهدية كده عشان يبان انه لا يمكن لإنسان ان يتفضل على الله، حاشا. ربنا يسوع له المجد، يبقى قاعد على العرش بتاعه. العرش بتاعه مين ساعتها؟ ومن العدر، هي اللي قاعدة وشايلة المسيح على حجرها، فهي العرش.
وهم بيسجدوا تحت رجلين العذراء أم الملك أو الملكة أم الملك، وبيفتحوا الكنوز. أتعجب من هؤلاء المجوس كيف لم يشكوا في عظمته كملك، وهم شايفين ست غلبانة خالص وراجل اسمه يوسف النجار شغلته نجار أقل يمكن من أقل واحد في شعبهم، وطفل لابس جلابية غلبانة قوي. وبعدين لم يتشككوا لحظة، هو ده الملك. طبعا نقاوة قلب ان هم مش بتوع مظاهر، بالرغم ان هم ملوك انما المظاهر ما تخدعهمش، هم مش بتوع الحاجات دي. النجم شاور خلاص، والنجم ده بيكلمنا من كتير، ومع البساطة المتناهية دي هو ده الملك اللي يسجد له. وهنا برضو ايه اشارة الى لاهوته وعظمته وناسوته وبسطته، هو الاله الحقيقي الذي يسجد له من كل البشر، وهو ابن الانسان البسيط جدا اللي جه واحد وسطينا، يعني في اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كرته. نزلوا البسطة، مع بسطتهم كانوا هيعملوا إيه؟ يرجعوا لهيرودس ويقولوا له لقيناه، وهم فرحانين طبعا، هم خلصوا المأمورية وسعداء جدا، وبيقولوا له احنا تبعك، اقبلنا من رعيتك. ما هو عملية السجود والكنوز دي معناها إيه؟ خضوع لهذا الملك. طب ده هو لسه مولود بس احنا خاضعين له، فهي بداية ان الامم كلها هتخضع للمسيح. فكانوا عاوزين يجروا على هيرودس مخدوعين فيه، يقولوا له لقيناه. الملاك بقى ظهر لهم، شوفوا كان في الاول الكلام بالنجم، دلوقتي بعد السجود والاستنارة وشافوا المسيح بعينيهم وشافوا العذراء وسجدوا وفتحوا الكنوز، بقيتوا تبعنا مفيش مانع بقى الملائكة تتكلم وتشوفوا الحكاية أوضح. فيجي ملاك المرة دي مش نجم يقول لهم، بقوا زيهم يعني قريبين ليوسف. ليه؟ ما يوسف كان الملاك بيكلمه في حلم، فهنا يجي الملاك يكلم المجوس في حلم. ليه؟ هما دلوقتي من الرعية خلاص قريبين، فالحكاية مش عاوزة إشارات من بعيد، في لغة للقريبين، دلوقتي من القريبين ما ترجعوش لهيرودس لأنه هيرودس لغرض تاني، وامشوا على بلادكم خلاص، كفاية كده انتوا عملتوا كل المطلوب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.